بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد الحلقة 70 من محاضرات دورة اليونتي، وهنكمل فيها موضوع الـ First Person Movement. المرة اللي فاتت يا جماعة وصلنا للنتيجة ديت، إن إحنا عملنا الـ First Person وكان عبارة عن Empty Object، ودخلنا فيه المين كاميرا، تمام كده، اللي هي الكاميرا اللي بتبص او بيبص الكاركتر من خلالها على السين بتاعنا. وبعدين رحنا عملنا دخلنا فيه كاركتر، تمام كده، اللي هو كان الادم كاركتر دوت، تمام. وجوه او على المين كاميرا دوت عملنا السكريبت اللي احنا سميناه ماوس لوك، اللي هو كان بياخد الماوس سنسيتيفيتي وبياخد الفيرست بيرسون كاوبجكت ليه. وكانت النتيجه ان احنا فعلا قدرنا نعمل لوكينج للكاميرا بحيث ان الكاركتر يبص يمين وشمال وفوق وتحت، تمام كده، ويكون نظره فوق وتحت، يعني ما يزيدش عن 180 درجه بالشكل دوت، تمام. النهارده هنكمل وهنعمل حاجه اسمها الموفمنت بتاع الكاركتر، بس الموفمنت ده ملوش دعوه بالانيميتور، يعني مش هياخد انيميشن عن طريق الميكانيم، ولكن هو مسؤول ان هو ياخد الانبوتس من المستخدم عن طريق لوحه المفاتيح اللي هي الدبليو والاس والاي والدي. دبليو اس يعني بيتحركوا لقدام، بيحرك الكاركتر ده قدام وورا على محور الزي، والاي والاس او الاي والدي بيحركوا على محور الاكس، ايه يعني افقيا كده. ده اللي هنعمله دلوقتي، وبعد كده هنشوف المشاكل اللي هتواجه الكاركتر ده في حتت معينة، ونحاول نظبطها مرة تانية لحد ما نوصل لصيغة يعني بسيطة كده بتحرك الكاركتر ده، تمام كده. ده اللي هنعمله دلوقتي. أول حاجة باجي على الفيرست بيرسون دوت، وهعمل اد كومبوننت، تمام، وجوه كده واروح جايب نيو سكريبت واسميه البلاير موفمنت موفمنت، وهقول له ده عبارة عن نيو سكريبت كريت اند ات، وهنتظر لحد ما كريته عندك. تمام، اضاف اهو، طيب هو حاطه في الاسيتس، حاطه في الاسيتس، تمام. يبقى تاني اهوت البداية موفمنت، هفتحه في الفيجوال ستوديو 2017، دبل كليك، وهنتظر فيجوال ستوديو 2017 لما يبتدي يحمل، وهنتكلم بشكل نظري على ايه اللي هيحصل دلوقتي. طبعا حسب سرعة الجهاز اللي عندك، الفيجوال ستوديو 2017 بيبتدي يحمل وانت بتبتدي تستقبل السكريبتات اللي انت بتكتبها على الفيجوال ستوديو 2017 ونشتغل عليها. فتح معانا الفيجوال ستوديو 2017، وفي دالة الستارت وفي دالة الابديت، وادي السكريبت بتاعنا اللي هو البلاير موفمنت، واخد من المونو ايه بيهافير، تمام كده. طيب بشكل نظري يا جماعة، الانبوت سيستم الموجود في اليونيتي اللي انت ممكن تلاقيه موجود في الايديت، موجود في البروجكت سيتنجز، هتلاقي في الانبوت سيستم دوت. كان احنا اشتغلنا المره اللي فاتت على الماوس واي والماوس الماوس اكس والماوس واي، لما جينا نشتغل على مين؟ على الماوسين. دلوقتي احنا هنشتغل على الهوريزونال او الهوريزونتال والفيرتيكال، اللي هو المحاور بتاعه الاكس وبتاعه الزي اللي هو هيتحرك فيها الكاركتر بتاعك ان شاء الله، تمام كده. لما بتيجي تمسك انت الكاركتر مثلا ده وتيجي تحرك على مستوى الزي، يعني انت بتبوشه قدام، يعني بتحركه لقدام وليه ولورا. لما تيجي تحركه على محور الاكس بتحركه يمين وايه وشمال. ساعات لما انت بتحركه يمين وشمال، يعني كانك بتدوس على الاي والدي. لما تحركه مثلا بمفتاح الاي، تمام كده، الهوريزنتال بيبقى بواحد. لما تحركه بمفتاح الدي، الهوريزنتال بيبقى ماينس واحد، تمام كده. لما تحركه قدام وورا عن طريق مفتاح ال W وال S، لما تضغط على W ال vertical بيبقى بواحد، لما تضغط على ال S ال vertical بيبقى بماينس واحد. طيب احنا من خلال السكريبت اللي هنبتدي نشتغل عليه عاوزين نحصل على المعلومات دي، عاوزين نحصل على حركته في الهوريزونال وحركته فين في الفيرتيكال عن طريق متغيرات، وبعد كده هنرمي الكلام دوت لفيكتور 3 هيبتدي يعمل له ترانسفورم ويحرك الاوبجكت. هنعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا انا مجهز السكريبت عشان ما نغلطش بس في الكتابه. كل اللي محتاجينه ان احنا نعلن عن متغير هنسميه فلوت، هنسميه اكس من نوع فلوت، وهناخد بيه الانبوت دوت جيت اكسس هوريزونتال، هناخد ديت وهنكتبها كانك هتكتبها في داله الابديت.
تمام كده، يبقى هنعمل متغير اكس من نوع فلوت، وهنقول له ده هتاخد الانبوت دوت جيت اكسس في الهوريزونتال، تمام كده، اللي هو كانك بالظبط ضغطت على الاي وعلى الدي. وبنفس الكلام هناخد متغير تاني وهنسميه واي زي قصدي هنسميه زد، وما هو برضو من نوع فلوت، وبرضو بنقول له خده لما يضغط المستخدم على حرف الدبليو وحرف الاس اللي هو الفيرتيكال، تمام كده، عن طريق الانبوت دوت جوت ايه جوت جيت اكسس. لما نيجي نحدد دول كده كنترول سي، ونيجي هنا كنترول في، يبقى كده حصلت على حركه الكاركتر او معلومات حركه الكاركتر في اكس وفين في الزي عن طريق الجيت اكسس في الهوريزونتال والجيت اكسس فين في الفيرتيكال. طيب بعد كده هنبتدي نعمل موفمنت عن طريق حاجه اسمها الفيكتور 3. الفيكتور 3 دوت هنعمل متغير اسمه موف من نوع فيكتور 3، وهنخليه عباره عن ترانسفورم دوت رايت مضروب في الاكس وترانسفورم دوت فورورد مضروب فين في الزد، يعني هتكون صيغه الامر بتاعنا كالاتي: فيكتور 3 عباره عن موفمنت، تمام كده، او فيكتور 3 اسمه موف، وهنخلي ليه هيعمل ترانسفورم في الرايت مضروب في الاكس، ونضيف عليه ترانسفورم في الفورورد مضروب فين في الزد. هناخد السطر ده كده كنترول سي، ونحطه هنا كنترول وفي، وهنضغط انتر، تمام كده. السطر ده معناه ان احنا هنعلن عن متغير من نوع فيكتور 3 اسمه موف، والمتغير ده هيعمل ترانسفورم في اتجاه الاكس اللي هو يمين وشمال، يمين وشمال مضروب في اتجاه الاكس، وهيعمل ترانسفورم في اتجاه الزد اللي هو قدام، تمام كده، مضروب فين في قيمه الزد اللي انا حصلت عليها عن طريق الجيت اكسس دوت ايه فيرتيكال دي، تمام كده، تمام. طيب كده حصلنا على الحاجات دي. طب الحاجات دي يعني بعد ما حصلنا عليها وعلنا عنها، محتاجين ان احنا نديها لكاركتر كنترولر. كاركتر كنترولر موجود في البلاير بتاعنا، تمام كده. طيب يبقى محتاجين ان احنا نعمل عن متغير من نوع كاركتر كنترولر، وهنسميه كنترولر. تعالى كده هنيجي هنا في قسم الاعلانات بتاعتنا، وهنيجي نعلن عن public character controller من نوع ايه controller. هناخد السطر ده control C، ونحطه في قسم الاعلانات هنا control و V. يبقى احنا اعلنا عن متغير اسمه controller من نوع character controller، ويكون عامل ايه عشان اقدر اسحب الكاركتر كنترولر. انا هنحفظ هنا control S. لما اجي هنا يا جماعه بعد ما الابديتنج، هتبص تلاقي الكنترولر اهو جاي لك، اهو بيقول لك دخل الكاركتر كنترول بتاعك اللي هو مين، اللي هو الفيرست بيرسون ده اللي هو فيه الكاركتر كنترول ده، تمام. بعد ما اعلنت عن الكاركتر كنترولر، محتاج يعني متغير تاني من نوع فلوت هسميه سبيد اللي هو يتحكم في سرعه الحركه. يبقى هاجي كده واحتاج سبيد اللي هو دوت بابليك فلوت سبيد، وادي له قيمه مبدئيه 12 ايه 12 اف. هاجي قسم المتغيرات هنا وهروح حاططها له هنا، تمام كده. يبقى دلوقتي اعلنت عن متغير عام سميته الكاركتر كنترولر، ومنوع كنترولر هياخد كاركتر كنترولر اوبجكت. وهنا اعلنت عن متغير اسمه سبيد من نوع فلوت عام برضو عشان اتحكم فيه في سرعه الحركه، واعطيته قيمه مبدئيه 12 ايه 12 اف، تمام كده. طيب عاوزين نحرك، هنتحرك ازاي؟ هنيجي نقول له الكنترولر دوت موف، دي داله هتحرك، تمام كده، عباره عن الموف فيكتور اللي هو دوت مضروبه في السبيد مضروبه في التايم دوت دلتا ايه دوت دلتا تايم. يعني محتاجين السطر ده فين هو اهو كنترولر دوت موف، دي داله هتعمل لي موف مضروبه في السبيد ومضروبه كمان في التايم دوت دلتا تايم اللي هو التحديث على اخر ايه فريم. هناخد السطر ده كنترول سي، ونحطه هنا كنترول وفي، واضغط انتر. طيب هنعمل كنترول اس، وتعالى نشوف اللي هيحصل ايه في اليوم دي. هنستنى نعمل ابديتنج كده. انا عندي الكنترولر اهو مستني مني ياخد الكاركتر كنترولر اللي هو الفيرست بيرسون ده على بعضيه كله اهو، تمام كده. وعندي السبيد اللي هي المايه دي ب 12 ايه ب 12 اف. تعالى نعمل بلاي للجيم. الماوس لوك اشتغل، ما فيش مشكله، بيبص يمين وشمال وفوق وتحت، ده الماوس لوك. تعالى ندوس على حرف الدبليو، هتلاقي الراجل طار اهو ده الدبليو اهو بيطلعه قدام بالسرعه اللي حطيتها اللي هو 12 دي، والاي الاس قصدي بيرجعه ليه لورا. طيب الاي بيجيبه يمين وده بيجيبه ايه شمال، وانا ببص انا. طيب انا هخليني في الجيم هنا وهتحرك. طبعا انا مش حاطط اي اوبجكت في الدنيا، لكن اهو اديني ماشي يمين وشمال،
وفوق تحت. تعال نحط شويه اوبجكت بس كده نرميهم عشان نحس ان احنا بنتحرك قدام حاجه وجنب حاجه. تعالى في السين، هنيجي هنا نعمل كليك يمين ونحط مثلا 3 دي اوبجكت زي مثلا الكيوب. تمام، وهناخد كيوب تاني كنترول ودي، خلي في الحتة دي مثلا. تمام، ممكن نعمل له سكيلينج في اتجاه الواي، كبره شوية كده مثلا حاجة زي كده. ممكن نعمل روتيت في اتجاه الاكس بس بعمل زي كده حاجة، أو ممكن يطلع عليها. حاجة زي كده بس على سبيل المثال عشان نستيبل سلوب. تمام، وبعد كده احنا ممكن نعمل سلم بعدين قدام شوية، ممكن نعمل سلم هنا في الحتة دي. هناخد ده دي مرة تانية، هنجيبه هنا وهنعمل له سكيلينج في اتجاه الزي، ويكون بالشكل ده. في اتجاه الواي ولكم بالشكل ده، وفي اتجاه الاكس ولكم بالشكل ده. نظر في اتجاه الواي تاني كمان حاجة زي كده. هعمل كنترول دي وارفعه لفوق شوية، خلينا نكمل بص عليه واجيب كده واخد دولة كنترول دي ارفعهم لفوق. يعني هو حاجة بس هي تمثيلية كده. تمام، لو عايز تحط درجة تانية ممكن ناخد ده كنترول دي مرة تانية وهنجيبه كده وهنرفعه. تمام كده كده عملنا سلم، بحيث لو حب هو يطلع ليه. تعال نطلع دي فوق شوية. يبقى شغال، يقدر يطلع بالشكل ده. كده مثلا. تمام، تعال نشوف لما نيجي نعمل بلاي للجيم. خلينا نكبر دي شوية، نعمل ماكسمايز، نعمل بلاي. كده يا جماعة انا ببص يمين وشمال وهبتدي اتحرك اهو. طبعا الحاجات دي بتوضح اذا كنت بتحرك ولا لا. اهو تعالى نطلع فوق السلم ده، هتطلع طلع. بس في مشكله بقى اهي، بعد ما تروح فوق السلم زي ما انت شايف كده حصل ايه؟ كده كانوا طايف ايه في الهواء، ما بيقدرش ينزل، يعني ما بيخضعش قوانين ايه الجرافيتي دي. مشكله تاني حاجه، لما هينزل هينزل بسرعه قد ايه، ولما يخبط على الارض ازاي نعمل تشيكنج للجراوند. احنا هنكتفي النهارده بس اللي احنا عرفنا ازاي ان هو يتحرك، اللي هي حركه الموفمنت بتاعت الكاركتر نفسه. نعمل كليك يمين نشيل الماكسمايز ده. عرفنا ازاي نعمل الحركه بتاعت الموف ميفت نفسها. تمام كده اللي احنا شايفينها دلوقتي اللي هي قدام وورا ويمين وشمال. تمام كده عن طريق رحت ايه المفاتيح.
بالشكل ده. تمام كده؟ وبعد كده نكتشف بقى مشكلة ان هو تعيب في الهواء دي. هنحاول نحلها المرة الجاية ان شاء الله. بكده نكون خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة، ووصلنا لمرحلة كويسة ان احنا ازاي نحرك عن طريق مفتاح ال A وال D وال W وال S عن طريق كاركتر كنترولر. وان شاء الله المرة الجاية نشوف بقى المشاكل اللي احنا ممكن نحلها عن طريق الجرافيتي وعن طريق الفيلوسيتي وعن طريق تشيكينج فور جراوند اللي هو ازاي بيهبط على الارض كده والكلام ده كله. وكده نكون ان شاء الله خلصنا السكريبت دوت المره الجايه باذن الله تعالى. اذا عجبك الفيديو يا ريت تعمل لي كومنت لايك شير لزمانك عشان يستفادوا منه، واذا عجبتك القناه يا ريت تعمل لي سبسكرايب عشان نوصل ل 10,000 مشترك وكلكم شاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للمحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.